السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق. لقد كان كتاب جينيس للأرقام القياسية موجودا منذ أكثر من 60 عاما، وفي كل عام يتم اعتماد حوالي 6000 سجل من بين 50,000 طلب، ولا عجب أن يتم تعيين بعض هذه السجلات من قبل أشخاص معروفين في جميع أنحاء العالم لإنجازات قد تكون غريبة جدا. في هذا المقطع سنقدم لكم 10 مشاهير دخلوا كتاب جينيس لأسباب قد تكون غريبة ولا تصدق. ابقوا معنا. أوزي أوزبورن. في عام 2010 دخل المغني أوزي موسوعة جينيس بكسره الرقم القياسي العالمي لأطول وأفظع صيحة من قبل حشد من الناس. كان عددهم 52,000 شخص في ملعب دوجر، وكان هذا الصراخ بقيادة رئيس فرقة بلاك سبت أوزي أوزبورن. شاكيرا. تمتلك شاكيرا عددا كبيرا من شهادات جينيس للأرقام القياسية، فقد حطمت الرقم القياسي 3 مرات، ولكنها هذه المرة دخلت كتاب جينيس لسبب غريب جدا. فهي كانت أول شخص يصل إلى 100 مليون معجب على الفيسبوك. هيلاري كلينتون. نظرا لشعبية الانتخابات الأمريكية، ليس من المستغرب أن تصبح هيلاري كلينتون المرأة الأكثر بحثا على الإنترنت في عام 2016، ولكن هذا الأمر كان سببا لدخولها في كتاب جينيس للأرقام القياسية. وعلى غرار الانتخابات فاز عليها دونالد ترامب. دوين جونسون الملقب بالروك. المصارع والممثل المحترف دوين جونسون يحمل عددا من الأرقام القياسية العالمية، ولكن الأكثر إثارة للدهشة منهم يتعلق بالصور الشخصية، فهو يحمل لقب الرجل الذي أخذ 105 صورة شخصية في 3 دقائق فقط. وكان هناك شرطا في كل صورة شخصية، أن يكون وجه الشخص في شدة التركيز، مما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب. فرقة الميتاليكا. يحمل فريق ميتاليكا لوحة جينيس للأرقام القياسية لكونها الفرقة الأولى التي تجولت في جميع القارات 7. تم تسجيل هذا الإنجاز بعد أن أدوا حفلتهم الموسيقية في أنتاركتيكا، ليصبح الحفل الموسيقي الثاني من نوعه في القارة القطبية الجنوبية، ويتكون جمهوره من 7 أشخاص فقط. إيلين دي جينيريس. خلال حفلة ذا أوسكار تم التقاط صورة جماعية لعدد من المشاهير، وقامت الإعلامية الشهيرة إيلين بتحميلها على حسابها الشخصي في التويتر، وهذه الصورة حطمت الرقم القياسي العالمي لكونها تم إعادة تغريدها 3,300,000 مرة. ريكس فيليبين. دخل الإعلامي الأمريكي الشهير في مجال الألعاب والتحاور ريكس فيليبين موسوعة جينيس عام 2004، عندما جمع 15,188 ساعة أمام كاميرات التلفاز، مما يعني أنه أمضى في المتوسط 1 ساعة يوميا على كاميرا التلفاز، وذلك طوال مسيرته التي استمرت 50 عاما. إمينيم. في عام 2013 حطم إمينيم الرقم القياسي في سرعة أداء أغنية راب جاد، فخلال 6 دقائق و4 ثوان نطق مغني الراب 1560 كلمة، يصل متوسطها إلى 4.5 كلمات في الثانية، وخلال الجزء الأسرع من الأغنية يرتفع هذا الرقم إلى 6.5 كلمات في الثانية. روبرت داوني جونيور. لم يحطم روبرت السجل القياسي بنفسه، لكنه أصبح مصدر إلهام لبطاقته في عيد ميلاده، حيث قدم روبرت بطاقة تحوي على 5,339 توقيعاً، وذلك من محبيه خلال زيارته للصين، وهو يعد الرقم الأكبر في العالم. ميشيل أوباما. ساعدت زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تسجيل رقم قياسي عالمي في عام 2011
بعدما انضمت إلى مجموعة من 400 طفل لتأدية القفز الثابت على الأرض. وفي غضون 24 ساعة قام 300 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بممارسة القفز لمدة دقيقة واحدة، مما أدى إلى كسر الرقم القياسي السابق.